وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك معي عبر تان دكتور أكرم. أهلا بحضرتك يا فندم على الكرام بدر الدين. أهلا بحضرتك. إذا دكتور، أبدأ معك من آخر التطورات بملف التهدئة بين الطرفين، وبنتحدث أن وفدا أمنيا مصري بيصل إلى تل أبيب لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار، وهناك تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة. كيف تابعتم هذه التطورات والأخبار بشأن تقدم ملحوظ بصفقة التهدئة والوصول لهدنة؟ يعني خلينا نقول ان مصر الحقيقه بذلت ومنذ بدايه الازمه جهود مقدره وعلى مختلف المستويات، ومنها المستوى السياسي ومنها المستوى الدبلوماسي والمستوى الانساني والمستوى القانوني. وجهه النظر المصريه هي العمل على الوصول الى التهدئه بين طرفي النزاع، ومصر الحقيقه كان لها دور مقدر الحقيقه سواء في اجتماعات باريس في فترات ماضيه او في قمه القاهره أو في العمل على التوسط للوصول إلى توافق أو اتفاق بين الطرفين. الخطورة هنا دي وجهة النظر المصرية وتشاركها فيه عديد من دول العالم، أن هذا النزاع لا يقتصر تأثيره على الطرفين المعنيين فقط، يعني ليس على الفلسطينيين وإسرائيل فقط، وإنما له تداعيات على المنطقة بأكملها وعلى الإقليم، وربما ايضا له تداعياته العالميه. واحنا شفنا في فتره سابقه الاحداث وما زالت حتى الان ايضا التطورات بتحدث في منطقه البحر الاحمر، وما يمثله ذلك من تهديد للملاحه البحريه وتاثيره على التجاره الدوليه والاقتصاد الدولي. شفنا ايضا وفي الفتره القريبه الماضيه درجه كبيره من التوتر بين اسرائيل وايران، وشفنا الضربات المتبادلة بين الطرفين. إذا الخطورة هنا أن هذا النزاع إذا لم يتم حسمه، إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة، إذا لم يتم التوصل إلى توافق، فإن الخطورة أن تفلت الأمور عن السيطرة، وبالتالي يصبح مصدر تهديد للإقليم بأكمله ويشتعل الإقليم بأكمله. وده حقيقة اللي حذرت منه مصر منذ البدايه، وحذرت منه القياده المصريه. وفي هذا الاطار نستطيع ان نتفهم الجهود المبذوله من جانب مصر ومن جانب القياده المصريه ومن جانب المؤسسات المصريه المختلفه من اجل العمل على تقريب وجهات النظر والتوصل الى التهدئه في غزه. وجهه النظر المصريه هي أن يكون هناك إيقاف لإطلاق النار، أن يكون هناك إدخال للمساعدات الإنسانية، أن يكون هناك تبادل للأسرى، ألا يتم تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان آخر. أيضا مصر حذرت الحقيقة من خطورة تفاقم الأوضاع في غزة بما يتمثل على سبيل المثال في اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينيين. إذن كل دي خطوط أساسية بتسير عليها مصر، وهي تعمل على تحقيق التهدئة وتعمل على تقريب وجهات النظر وتؤدي دور الوسيط من أجل العمل على نزع فتيل هذه الأزمة، وأيضا نزع تداعيات التي يمكن أن تترتب عليها سواء في الإقليم أو في العالم ككل. دكتور إكرام، يعني حتى أمس كان يؤكد نتنياهو بأن هذه العملية ضرورية، عملية اجتياح رفح طبعا التي يزعمون ويصرحون دائما بأنها وشيكة، يعني ضرورية للقضاء على حماس. ولكن بالنظر إلى ما يحدث بقطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، بنتحدث عن أكثر من 200 يوم لا تحقق إسرائيل أهدافها للقضاء على حماس ولا إعادة المحتجزين، ولكن ربما هذه الاجتماعات وهذه الأنباء بتنذر بتقدم ملحوظ وبأن الاجتماعات كانت جيدة. إلى أي مدى من الممكن أن نعول على هذا، على هذه الجولة من المفاوضات؟ يعني نحن نتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية، وخصوصا زي ما حضرتك تفضلتي احنا دلوقتي في الشهر السابع من هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة، ولم تتحقق، يعني لم يتحقق حتى الآن أي هدف من أهداف إسرائيل نتيجة لهذه الحملة العسكرية الشرسة. يعني لا استطاعت إسرائيل أن تخلي الأسرى أو تحرر الأسرى إلا ما تم التوافق عليهم من خلال مفاوضات بين الطرفين،
لم تتمكن من القضاء على حماس ولا على القدرات العسكرية لحماس حتى الآن، وما زالت المقاومة مشتعلة. إذن ما لم يتم تحقيقه من خلال المواجهات العسكرية المستمرة وما تمثله من أعباء على جميع الأطراف، السؤال لماذا لا يتم تحقيقه من خلال الطرق السياسية والطرق الدبلوماسية؟ وبالتالي ده الأمر هنا بيتطلب الحقيقة أن يكون هناك أهداف تتحقق لكافة الأطراف. بمعنى يعني في السياسة وفي المفاوضات ما ينفعش أن طرف واحد يستأثر بكل المكاسب ولا يحصل الطرف الآخر على أي مكسب. إذن لابد أن يكون هناك مكاسب للطرفين، يعني عملية تبادل الأسرى تسير بالتوازي مع إيقاف إطلاق النار، تسير بالتوازي مع المساعدات الإنسانية وإدخالها بالطرق الكافية وبطريقة مستمرة، إضافة إلى أن مثل هذه التهدئة أو الهدنة طويلة الأجل يكون هناك ضمانة أن إسرائيل لن تلجأ مرة أخرى إلى استئناف القتال زي ما حدث عقب الهدنة الأولى على سبيل المثال، وأن يكون هناك أيضا إمكانية لإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى نزع جذور ونزع فتيل هذه الأزمة وهذا العنف المتكرر، هذه الحلقة المفرغة من العنف التي يعاني منها الشرق الأوسط وتعاني منها المنطقة منذ سنوات طويلة. دكتور إكرام، يعني أستاذنك سأقرأ هذا الخبر العاجل وأعود إليك مرة أخرى. مصدر إسرائيلي رسمي يقول بأن الاجتماع مع الوفد المصري كان جيدا للغاية، والمصدر مصدر سياسي إسرائيلي رسمي بيقول أيضا قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى شمال القطاع، كما أكد أن مصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر، قبول لفرصة أو آخر فرصة للحل، ولن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع، والجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة، وأيضا إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى، وهذا طبعا بحسب الإعلام الإسرائيلي. كيف تقرأ هذه التصريحات وما تعليقكم عليها؟ يعني هذه التصريحات بهذا المعنى معناها أن هناك شيء إيجابي يحدث في عملية الوساطة المصرية التي قامت بها مصر في هذا الإطار، وبالتالي إذا تحقق فده يعني ممكن نسميه تطور إيجابي أو عملية اختراق إيجابي يؤدي إلى البناء عليه. دي نقطة مهمة، يعني في نقطة تمت الإشارة إليها في هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلي، وهي الاستعداد لأن يعود الفلسطينيين أشقاء الفلسطينيين مرة أخرى إلى الشمال والذين تم تهجيرهم. دي نقطة مهمة أوي الحقيقة، هنا مرونة كبيرة من قبل الطرف الإسرائيلي الذي كان يتعنت في هذا الأمر. تمام، وهي استجابة لمطلب فلسطيني كان عدم الاستجابة له يؤدي إلى عرقلة الأمور وجمودها. إذن ده يعتبر تطور إيجابي، ولكن أيضا مطلوب تطور إيجابي آخر، وأتوقع ده يمكن أن يتحقق من خلال الوساطة المصرية ومن خلال الجهود التي تبذلها مصر ومؤسساتها، وهو أن الهدنة مش هتبقى فترة قصيرة ثم يتم بعد كده استئناف القتال مرة أخرى، إنما الهدنة تكون لفترة طويلة نسبيا ثم يعقبها يعني اتفاق تام على كل العمليات التي حدثت وعلى كل التطورات التي يمكن ان تحدث في المستقبل، بما في ذلك ودي نقطه مهمه قوي من وجهه نظر مصر من وجهه النظر العالميه، ان يتم اطلاق عمليه سلام جاده تؤدي الى تحقيق السلام العادل والمتمثل في قيام الدوله الفلسطينيه وفقا لحل الدولتين. أنا بشكرك دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لجميع هذه الإيضاحات يا فندم، شكرا لك.